tribute. سيد الإسلام، سيد العود المحترم، سيد الرئيس هنايا، مستر كي. On behalf of the Royal Yacht Club of Tangier, it's my great honor to extend a warm welcome to the President of World Sailing, the President of ILCA, and all of the talented participants from across the globe. نحن سعداء باستقبال أن نساهم من خلال المارينا ديال طنجة مارينا باي تيبي من أجل استقبال هذا الحدث الكبير اللي غتعرفوا مدينة طنجة من خلال أسبوع استقبال هاد الأبطال أقل من 21 سنة باش تكون واحد الفضاء نشاط رياضي علاقة مع المدينة اكتشاف المدينة. هذه المسابقة راهي كأس العالم ديال الزوارق الشراعية السنة في إلكا. هذه أول مرة كتنظم في المغرب، وحنا نظمناها في النادي الملكي للزوارق في طنجة. كتشارك فيها 39 دولة، 39 دولة ممثلة ب 181 رياضي، منهم 115 ذكور و 66 إناث. دونك وحنا الحمد لله توصلنا أننا ننظموا هذه، واحنا العامين وحنا كنجريو على هذا الشيء باش ننظموه، والحمد لله خديناه من دول إفريقية أخرى اللي كانت مقررة أنها تنظم فيها. هاد التظاهرة اللي تم التنظيم ديالها في طنجة راه غادي يكون عندها واحد الواقع ايجابي على الرياضات البحريه في مدينه البوغاز، اللي حرام انها تكون محرومه من نوع التظاهرات، رغم انها عندها جوج بحور اللي هو المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط. وان شاء الله غتكون هذه البادره انطلاقه لمجموعه من التظاهرات اللي غادي يتم التنظيم ديالها مستقبلا ان شاء الله. كنقدم الشكر ونجاح لهذه التظاهره العالميه اللي احتضنت مدينه طنجه، ومدينة طنجة جد فخورة باستقبال هاد الأبطال ديال هاد الرياضة هذا السن أقل من 21 سنة، كذلك هاد الدول المشاركة اللي كتراوح بين 39 دولة من أظن. كنشكر الواقفين على هاد الحدث، نادي الملكي للزوارق، وكذلك كل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة. اليوم كنعيشوا واحد الحفل من المستوى الرفيع، اللي هو البطولة العالمية للشراع، واللي هي كتهم الشباب من فئة اقل من 21 عام. وهذه التظاهرة هذه هي الاولى من نوعها على مستوى القارة وعلى مستوى المغرب في التاريخ، لهذا كتكتسي واحد الأهمية كبرى لاجل انطلاق هذه الرياضة اللي هي محتاجة واحد يعني واحد النفس جديد باش تطلع على السطح ديال الرياضات الرائدة، كالرياضات اللي هي الحمد لله وصلت على مستوى الوطن لواحد المستوى مشرف. ومن اليوم ان شاء الله غتكون انطلاقة بواحد الاحتفال اللي هو كيليق بهذه التظاهرة، ومعنا منظمين دوليين اللي عندهم واحد السيط عالمي، وعلى الاخص ان لاول مره رئيس الفيدراليه العالميه للشراع مستر لي، اللي هو يعني غني عن التعريف، اللي كيمثل يعني هذا الشراع على المستوى العالمي، واللي هو اول مره كيحضر المغرب، وفعلا خدينا الرسامات ديالو باش يقول لنا شنو الراي ديالو في هذا يعني المستوى ديال التنظيم والتحضير.